سوا ونستفيد ونتعلم إن شاء الله. يا ربي دايما حميدة يا ربي، الله يفرجها وترجع الأمور مثل الأول ونرجع نداوم مع بعض. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية، معكم شدى الخطيب من رياض ومدارس جامعة الزرقاء الصف الأول دار. اليوم يا أول عنا درس في اللغة العربية، درسنا في اللغة العربية اليوم إن شاء الله حيكون آخر درس في وحدة أهلا بالربيع، آخر درس في وحدة أهلا بالربيع، وهيك بنكون خلصنا الوحدة هاي مع بعض. درسنا اليوم كتير حلو، كتير ممتع، كتير جديد، ورح نستفيد منه ونتعلم ورح نحبه لأنه في قصة كتير حلوة ومفيدة، وانتوا رائعين وانا عارفة انكم رح تركزوا معي كتير. درسنا اليوم بيحكي اول عن ال القمرية وال الشمسية. درسنا عن اللام القمرية واللام الشمسية. شو يعني ال القمرية وال الشمسية؟ يعني شو يعني؟ يعني ايش؟ شو ممكن استفيد منها؟ كيف انا ممكن اميز انه هاي الكلمة فيها ال الشمسية ولا ال القمرية؟ وكيف انا بدي اضيف ال على الكلمات؟ هذا الشيء رح نتعلمه اليوم مع بعض، بس قبل بدي احكي لكم قصه. قبل ما احكي لكم قصه اللام الشمسيه واللام القمريه، شو يعني ال؟ يعني شو هي ال؟ او ليش اسمها ال؟ ال هي عباره عن ا وال، وهي مقطع ال، مقطع مع بعض يلفظ ال ال ال، ويضاف ال هذا المقطع للأسماء ليعرفها. ليش؟ ليعرفها. إذن اسمه ال للتعريف لأنها بتعرف الأشياء، اسمها ال للتعريف لأنها بتعرف الأشياء. مثلا بحكي شمس، الشمس، فأنا عرفتها. قمر، القمر. إذن هي مقطع مكون من آ وال مع بعض، دائما تضاف إلى الأسماء حتى يعرفها. إذن يا أول نركز إنها ال اسمها ال للتعريف، ونعرف انها هي مقطع كامل، يعني محل ما من نحلل الكلمات دائما آ والإل لما تأتي في بداية الكلمة. ركز معي، في بداية الكلمة، مش نلاقي ال بنص الكلمة ونحكيها مس هاي ال، لا. ال اليوم لنأخذها ال التعريف منضيفها في البداية دائما لبداية الكلمة، أول كلمة لما نحللها بيقعدوا مع بعض في بيت واحد. ال 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 ال, ال. اليوم يا أول راح أحكي لكم قصتهم، يلا معي نسمع. كان في أي مكان في قديم الزمان، كانت الشمس والقمر في خلاف بينهم مين بده تصير الأل صاحبته. الشمس بتحكي للأل، يا أل صيري صاحبتي ونلعب مع بعض، أنا ضوي كبير ودافية وحلوة ونضلنا نلعب مع بعض. القمر بتحكي لها، لا يا أل صيري أنت صاحبتي، أنا هادي وساكن وبالليل هدوء بعملكم، فصير صاحبتي. الشمس كتير حامية وشادة، لا خليكي معي، أنا واضح وبالليل كتير ببين، تشوفيني بضوي عليكم السماء بالليل. احتارت الأل تلعب مع الشمس ولا تلعب مع القمر، وهي ما بدها تزعل حدا، فاقترحت اقتراح وفكرة كتير حلوة. حكت لهم، شو رأيكم إني ألعب مع القمر ويصير اسمي ال القمرية، ألعب مع القمر ويصير اسمي ال القمرية، بصير ألعب مع القمر مثل كلمة القمر، هي لعبت مع القمر، وبلعب أيضا مع الشمس وبصير اسمي ال الشمسية، ألعب مع الشمس ويصبح اسمي ال الشمسية مثل كلمة الشمس، مثل كلمة الشمس. إذن وهنا ال رادت الشمس ورادت القمر، ما زعلت منها ولا حدا، لعبت مع الشمس وصار اسمها ال الشمسية، ولعبت مع القمر وصار اسمها ال القمرية، وهيك بطلت بس ال، بطلت ال لحالها، صار لها اسمين، اسم ال القمرية واسم ال الشمسية. طيب يا أول بحذركم، برأيكم هل ال القمرية بتشبهها للال الشمسية ولا في فرق بينهم؟ طبعا في فرق. كيف نعرف انه هاي ال القمرية ولا ال الشمسية؟ اجت الال قالت لهم انا عندي حل، عشان نميز بيناتنا لما انا العب مع القمر بتحطوا قمر صغير فوقي بتصير ال
فوقيها قمر صغير اللي هو السكون طبعاً، وبنلفظها لفظة مثل القمر القمر. شوفوا كيف الأل حكت للقمر يا أل القمرية، أنا بدي أصير فوقك سكون صغير اللي هو قمر صغير وبنقرأه. إذن أنا حتى أميز إنه هاي لام قمرية لجب أن يكون فوقها سكون أو قمر صغير. إذن أول ما أشوف القمر فوق الأل بعرف إنه هاي أل القمرية، مثل كلمة القمر. طيب والأل الشمسية كيف بدي أميزها؟ فكرت الأل فكرت الأل وقالت عشان الشمس شديدة ولما تطلع بنحس بالشوب، فشو رأيكم نخلي الشمسية وراها شدة، هيك شدة عشان الشدة قوية والشمس قوية. هي انبسطت الشمس حكت أنا موافقة، والقمر حكى أنا موافق. فوق الأل القمرية نضع قمر، وورا اللام الشمسية نضع شدة. شو يعني وراها؟ يعني مو على الأل نفسها، لا لا لا، على الحرف اللي بعد اللام. يعني أل بتمد إيدها بتمسك حرف، هذا الحرف بنحط عليه شدة عشان نميز إنه هاي شمسية. بس عشان الشدة كتير حامية ما بنقدر نرفض الأل، نكتبها بس ما بنرفضها. شوفوا كيف الشمس الشمس. نرجع نسمع الأولى شو حكيت أنا أول وحدة. القمر القمر الشمس. لاحظتوا عشان الشدة كتير قوية، أهم الشدة بلعتها للقلب لفظها، حكت لا أنا أقوى منك ما بصير تبيني. فالشدة هنا ما بينت الألف اللام الشمسية، صارت الشمس الشمس. طيب خلينا مع بعض نتعرف الفرق بينهما. أولا حكينا أل التعريف إلى قسمين، أل القمرية وأل الشمسية. أل القمرية شوفوا كيف نكتبها أل مع بعض، وفوقها سكون، فوق الأل نرسم سكون ونلفظها مثل كلمة البيت البحر الكتاب. البيت البحر الكتاب، شفتوا كيف لفظتها؟ طيب واللام الشمسية يا ماس؟ أل الشمسية طلعوا كيف بتكون أل اللي وراها، شوف كيف مدت إيدها، اللي وراها بيكون في عليه شدة ولا تلفظ، طلعوا كيف؟ التفاح التفاح الربيع الثوب. إذن اللام الشمسية تكتب ولكن لا تلفظ، ونضع بعدها شدة مثل كلمات التفاح التفاح الربيع الثوب. التفاح الربيع الثوب. إذن لاحظنا أنه في اللام القمرية التلفظ مثل كلمة البيت الكتاب، وفي اللام الشمسية تكتب ولكن لا تلفظ مثل كلمة التفاح الربيع الثوب. طيب إذن يا أول دائما دائما انتبهوا لما تلاقوا فوق السكون نعرف إنه هاي لام قمرية، ولما يكون بعديها شدة نعرف شمسية من الشدة. يلا نغني يلا نغني، ركزوا معي ورددوا معي مع بعض. يلا أنا اللام القمرية تكتبني وتلفظني وتضع السكون فوقي. عجبتكم؟ مرة تانية. أنا اللام القمرية تكتبني وتلفظني وتضع السكون فوقي. أنا اللام الشمسية تكتبني ولا تلفظني وتضع الشدة بعدي. يلا مع بعض. أنا اللام القمرية تكتبني وتلفظني وتضع السكون فوقي. أنا اللام الشمسية تكتبني ولا تلفظني وتضع الشدة بعدي. بس نحفظها هاي مزين، نتذكر دائما إنه أل القمرية نكتبها ومنلفظها ومنحط عليها سكون، وأن اللام الشمسية نكتبها عادي
بس ما بنلفظها، نلفظ الحرف اللي بعديها وبنحط عليه شدة. إذن هاي النقطة الأولى في الدرس، إنه كيف أنا إذا لقيت أي مكان كلمة أعرف هاي الكلمة لام شمسية ولا لام قمرية، أو إذا كان عندي كلمات كتير هاي الكلمات بقدر أختار منهم اللام الشمسية وبقدر أختار منهم اللام القمرية، حسب إذا عليها سكون بتكون لام قمرية، وإذا بعديها شدة بتكون اللام شمسية. تمام؟ أي سؤال يا أول؟ أي ملاحظة يا ماما؟ ابعتوا لي إذا أي شيء بدكم إياه. الجزء الثاني من الدرس، الجزء الثاني بحكي لك أنا كيف أنا بدي يكون عندي اسم أو كلمة وأنا بدي أضيف عليها ال، بدي أعمل أكثر من شيء. أول شيء لازم أعمله إنه أحط ال في البداية، ثم أكتب الكلمة كما هي، وإذا كانت الكلمة عليها تنوين بحطها عليها ضمة. شوفوا كيف أنا هون ضفت الكلمات، هيا الكلمة الأولى غزالون صارت ال ضفت ال، والكلمة زي ما هي بس بدال التنوين الضم ضمة، صارت كانت غزالون صارت الغزال. طيب كيف أنا عرفت إنه هاي القمرية؟ أول شيء لفظ اسمعون كيف حكيت الغزال، ما حكيت الغزال، حكيت الغزال. فلما أنا أحكي ال إذن قمرية. طيب القمرية شو بتميزها؟ السكون. إذن أنا ضفت ال ثلاث خطوات، ضفت ال أول شيء شو ما كانت حطت ال، بعدين بدي أميز هي قمرية ولا شمسية. إذا قمرية هني وضعت سكون فوقها، والخطوة الثالثة بدال تنوين الضم ضفت ضمة. عنب أول خطوة حكيتها بضيف ال، بتصير العنب العنب. إذن هاي شمسية ولا قمرية؟ شوف كيف لفظتها العنب، إذن قمرية، بضع فوقها سكون. نبون كانت عنبون، أنا ما بصير أحكي العنبون، ال ما بصير تجي مع التنوين، فبنحط بدال التنوين ضم، بتصير العنبو العنبو. طيب كلمة رسام، أول إشي هو مطلوب من نضيف ال، برسم ال وبرسم الكلمة زي ما هي بدون أي إشي، بعدين بلفظها الرسام. ها شفتوا كيف اسمعوا شو حكيت؟ ما حكيت ال، حكيت الرسام الرسام الرسام. إذا هاي شمسية، بحط الشدة على الحرف اللي بعد ال اللي هو الر، بشيل تنوين الضم وبحط ضمة، بتصير الرسام الرسام الرسام. آخر كلمة عندنا كلمة سيارة، سيارة سيارة، بدنا نضيف ال، بتصير السيارة السيارة. إذن أنا ما لفظت ال، لما ما ألفظ ال بتكون لام شمسية، بحط شدة على الحرف اللي بعد ال اللي هو الاس، وبشيل تنوين ضم وبحط ضمة، بتصير السيارة السيارة. إذن سأعيد قراءة الكلمات مع تنوين، مع ال وبدون ال: غزالون الغزال، عنبون العنب، رسام الرسام، سيارة السيارة. هيك يا أول بنكون خلصنا الجزء الثاني من درس اللام الشمسية واللام القمرية، وهو كيف أضيف ال على الكلمات. هي ثلاثة خطوات، أول خطوة دائما بضيف ال بدون ما أطلع أي شيء، السؤال أضيف لام، بضيف ال للكلمة بكتبها مرتبة وحلوة. تاني خطوة بقرر هي لام شمسية أو لام قمرية حسب لفظها، إذا كانت لام قمرية بحط السكون، وإذا كانت لام شمسية بحط الشدة على الحرف اللي بعد ال. آخر خطوة هاي للكل، يعني اللام الشمسية واللام القمرية، إذا كان في تنوين ضم بحذفه وبحط عليه ضمة، بحط بداله ضمة، وإذا كانت ضمة بخليها ضمة عادي يعني، بس إذا كان تنوين ضم لازم إني أحط ضمة. تمام؟ هيك بنكون خلصنا ودرسنا درس بده شوية تركيز. إذا حسيتوا أي شيء ارجعوا عيدوا الفيديو من أول. إذا أي سؤال أنا موجودة، أي استفسار ابعتوا لي بأي وقت، أنا معاكم يا ماما، وخطوة بخطوة عشان تكونوا أروع أجمل طلاب. حلو كتاب اللغة العربية هذا الدرس، وابعتوا لي أشوف إجاباتكم،
وبحبكم كتير 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 كتير، انتو عارفين انتو احلى واروع واجمل والطف طلاب العالم كلياته، بحبكم كتير كتير.